أهلا بكم. أثارت مناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي طالبت به بعض القوى السياسية الإسلامية داخل البرلمان العراقي جدلا سياسيا وقانونيا واسعا، خاصة فيما يتعلق بالفقرة 57 من القانون الخاص بحضانة الأم للطفل بعد الطلاق. الفقرة المراد تعديلها تمنح الحق للزوج بالاحتفاظ بالأطفال أو إطالة فترة الزيارات. يقضي محمد مع نجليه ساعات في معاينة صور أختيهما سمانة التي احتضنتها الأم بعد طلاقها والزواج برجل آخر. يعول محمد على تمرير التعديل القانوني لقانون الأحوال الشخصية العراقي الذي قد يمنحه حق حضانة الطفلة. أنا انفصلت عن زوجتي. زوجتي راحت تزوجت، ما يخالف، أنا ما شاء الله بيها. بس أنا بنتي صار 6 أشهر ما شايفة لا هي ولا أخوانها. مساع نيابية تقودها قوى سياسية إسلامية لتعديل المادة 57 من القانون، والتي تقضي في نظر ناشطات بتجريد الأمهات من أطفالهن بعد طلاقهن وزواجهن بآخرين. وتعتبر مدافعة عن حقوق المرأة التعديل في حال إجرائه تعسفا بحق الحاضنة وسلبا للأمومة وحقوقها. المادة 57 من القانون النافذ للأحوال الشخصية في العراق أخذت بنظر الاعتبار الأساسي حق المصلحة الفضلى للمحظون، وليست هي قضية الأم أو الأب. خبراء القانون يرون ضرورة التعديل بما ينسجم وحق الطفل في اختيار أحد الأبوين، إضافة إلى معالجة النقاط الخلافية كمنح الأب حق زيارة طفله لأربع مرات في الشهر بعد أن كانت مرتين. عندما تتزوج المرأة المطلقة برأيي تسحب الحضانة منها بعد 7 سنوات، يعني يبقى المحظوظ لديها لمدة 7 سنوات ثم يسحب إذا تزوجت. أما إذا لم تتزوج فيبقى المحظون لديها لحد 10 سنوات. وتعكف لجان نيابية مختصة على إعادة صياغة المادة بما يضمن حق الزوجين دون الذهاب باتجاه إسقاط الحضانة من الأم بعد الطلاق، استجابة لضغوط الشارع الذي يأمل إنهاء هذا الجدل. ويرى خبراء قانونيون واجتماعيون ضرورة التروي بالبت في مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وفسح مجال أكبر للدراسات الإنسانية والاجتماعية والقضائية، محذرين في الوقت ذاته من تداعياته المحتملة على النسيج الاجتماعي في العراق. شفيق عبد الجبار، العربي، بغداد. وتنضم إلينا من بغداد لهاي عبد الحسين، أستاذة علم الاجتماع. أهلا بك أستاذة لهاي معنا. إذن يعني النضال الذي تخوضه المرأة في كل البلدان العربية من دون استثناء وفي الكثير أيضا من دول العالم لتحصيل حقوقها، لتعديل القوانين يعني المشحفة بحقها، ماذا حل بهذا النضال؟ واليوم في العراق يعني ثمة مطالب بتعديل القانون ليس لصالح المرأة كما اعتدنا بل ضدها. بالتأكيد أنا أعتقد مشروع تعديل المادة 57 إنما هو سلب لحق المرأة الأم بالذات. يعني لاحظ إنه المشروع التعديل يشمل كل النساء على الإطلاق، هي ليس فقط المطلقات وإنما الأرامل وحتى المتزوجات اللي لسبب من الأسباب مثلا في خلاف أو انفصال غير رسمي، فكل هؤلاء سيعاقبن بموجب التعديل إذا ما أخذ مسرح. فيعني احنا نتكلم بهالحالة على عن ملايين النساء، يعني ليس فقط شريحة معينة. نفس الوقت يعني إذا كان يعني قضية حق الآباء فبالتأكيد هي مسألة معترف بها ومهمة، ومن مصلحة الزوجين أن 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 يعني يصفوا مشاكلهم بالطريقة التي لا تلحق الضرر بالمحظون. نعم. يعني فنتكلم على قضية يعني غاية الأهمية يعني. لكن يبدو أستاذة لهاي أن القانون الحالي أيضا غير يعني منصف بالنسبة للآباء، صحيح؟ لا، هذا الكلام غير صحيح. يعني القانون الحالي يعطي الأم حق الحضانة إلى سن 10 للإناث والذكور على حد سواء،
وبعدين يمكن للأم أن تمدد ذلك إلى سن 15. بعد السن 15 يخير المحظون في أن يختار أمه لأبوه. مشروع التعديل هذا بالحقيقة يعني المشكلة أنه يترك الطرف الأضعف وهو المحظون ويحول القضية إلى صراع بين الآباء والأمهات أو الأزواج السابقين. نعم. وهذه بحد ذاتها يعني بالتأكيد لكن فقط يعني للتوضيح أستاذة يعني لهاي ليست مسألة إنسانية القانون, يعني. القانون الحالي هل يتيح ساعات كافية للآباء للقاء بأبنائهم من المرأة المنفصلة يعني عنهم أم أنه يتيح فقط له اللقاء بهم في المحكمة؟ هو هذا يعني صحيح يعني في 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 المحكمة ويعني حسب علمي كل أسبوعين وجرى تعديل عملية. أنا سألاحظ أنه مثلا أشخاص منفصلين بدأت الزيارات تكون أسبوعية يعني يكون نوع من الاستجابة وهذه قضايا أيضا يمكن معالجتها يعني إذا كان في اختناقات على هذا الصعيد فيمكن معالجتها من خلال يعني إعطاء الآباء والآباء حقهم الطبيعي في أن يشاهدوا أبنائهم ويقضوا معهم وقتا وأيضا في بيئات مناسبة غير الأماكن الرسمية. هذه مسألة أيضا مهمة جدا يعني. طب هل في الإمكان يعني تعديل هذا القانون ليصبح طبعا منصفا إن كان للأب أو للأم وبشكل أساسي للأبناء بكل تأكيد من دون المساس بحقوق المرأة وبما حصلته يعني عبر نضال طويل؟ يعني بقى القانون الساري يعني عادل جدا يعني يعطي الأم وكلنا نعرف أن الأم هي الأقرب للطفل والطفل هو يعني الأقرب إليها وهي مسؤولة عن رعايته وهي التي يعني تستطيع أن تقدم ما يحتاجه. الآباء عموما يعني يقضون وقت يعني معظم وقتهم خارج البيت يعني فلمن يترك الطفل يعني هذه مسألة. والمسألة الأخرى المهمة أستاذة أعتذر على المقاطعة لكن يبدو يعني هذا الخطاب لا يخلو من التعميم أيضا والتنميط أن كل الآباء يعني مشغولون وغير متوفرون ولا يمضون الكثير من الوقت مع أبنائهم من جهة، من جهة أخرى تقولين إن هذا القانون القانون الحالي عادل وقبل لحظات كنت تتحدثين عن يعني عدم إنصافه للآباء أيضا. لا لا هذا ما في تعميم يعني نتكلم على الأغلبية الساحقة من المتضررين إذا ما أخذ التعديل مجراه هم الأمهات بالتأكيد يعني يفترض أن ننتصر لهؤلاء يعني وإذا كان هناك اختناقات وحتى يعني لاحظي أنه أحيانا هناك حالات تظهر فيها الأمهات تشنجا وتوترا ويتصرفن بطريقة غير صحيحة قد تحرم الأب فعلا من مشاهدة الطفل أو قضاء وقت معه وحتى يعني تأجيج الطفل ضد أبوه. هذه حالات ليست عامة يعني في العامة الأغلب يعني هم النساء الأمهات المغلوبات على أمرهن يعني وحتى قضية لاحظي أنه عندما تتزوج يسقط حق الأم في حضانة الطفل. وأيضا يعني هناك فقرة أخرى مهمة جدا وهي أنه في حالة وفاة الأب فتنتقل الحضانة إلى الجد إلى جانب الأب يعني هذه أيضا مسألة مهمة جدا من حيث تعرفين يعني الناس الكبار بالسن هم يحتاجون من يرعاهم فكيف يتفرغ لرعاية أطفال. بنفس الوقت قضية زواج الأم ماذا عن زواج الأب يعني كلنا نعرف عن حالات كثيرة يعاني فيها الأطفال من زوجات آبائهم فيعني ما الضمانة يعني يفترض أن تكون هناك حلول أن تكون هناك معالجات باحث اجتماعي يتولى متابعة الوضع ويعالج الحالات الخاصة ولكن في العام الأغلب فبالتأكيد نحن نتكلم عن شريحة واسعة من الأمهات ليس فقط المطلقات وإنما الأرامل وحتى المتزوجات في ظروف معينة في انفصال وما ذلك. نعم لهي عبد الحسين إذن أستاذة علم الاجتماع كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك. مشاهدينا كانت هذه قضية اليوم انتظرونا أيضا في شبابيك للمزيد من التفاصيل حول قضية اليوم
وقضايا شبيهة. إذن والآن عودة إلى ريما وما تبقى من أخبار الظهيرة. إليك ريما.